بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الثانية من مقرر الاستقطاب والاختيار، دبلوم إدارة الموارد البشرية. المحاضرة السابقة كنا اتكلمنا على مفهوم الاستقطاب. اليوم إن شاء الله هنتكلم على مصادر الاستقطاب. مصادر الاستقطاب في نوعين من المصادر: مصادر داخلية وبتكون من داخل المنظمة، مصادر خارجية وبتكون من خارج المنظمة. يعني أنا لما بيكون محتاج أعين بعض الموظفين في المنظمة فعندي نوعين من المصادر: مصادر داخلية ومصادر خارجية. هنبدأ بالمصادر الداخلية. المصادر الداخلية زي النقل الداخلي. النقل الداخلي يعني أنا عندي مثلا المنظمة فيها لها فروع، تمام، أو لها أقسام، بنقل موظف من قسم إلى آخر، وبعتمد على خبرة الموظف في شغل هذه الوظيفة. الترقية. الترقية إتاحة فرصة أمام العاملين في المنظمة للترقية لما لها من آثار معنوية إيجابية، وبالتالي زيادة درجة الولاء والانتماء للمنظمة. يعني مثلا وظيفة مدير إدارة الموارد البشرية أصبحت وظيفة شاغرة، يعني عاوزة حد يتعين فيها، فأنا برجع حد من الإدارات اللي تحت عشان يمسك مدير إدارة، وهكذا. برضو من المصادر الداخلية الإعلان الداخلي، إن أعلن عن الوظائف الشاغرة في الأماكن المخصصة داخل المنظمة، ومن تتوافر فيه الشروط للوظيفة من العاملين يتقدم واتخاذ الإجراءات وإجراء الاختبارات اللازمة لانتقاء أفضلهم. إن أعمل إعلان داخلي للوظيفة بس داخل المنظمة، للعاملين فقط داخل المنظمة. مخزون المهارات. بيتم الاعتماد على هذا الأسلوب عندما يكون لدى المنظمة تصور كامل عن القدرات والمهارات المتوفرة لدى العاملين بها. يعني مخزون مهارات، انا عندي خبره بكافه العاملين ومهاراتهم وخبراتهم، وعارف ان هيكون فيهم حد ينفع يشغل هذه الوظيفه. الزملاء في العمل. تلجأ المنظمه الى هذا المصدر عندما تحتاج الى وظائف ذات تخصصات نادره، ويطلب من العاملين في المنظمه ترشيح احد زملائهم في مجال التخصص او من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفه. تمام، دي برضو من المصادر الداخليه للاستقطاب. مزايا الاستقطاب الداخلي. أول ميزة طبعا توافر معلومات عن المرشحين. ليه؟ لأنهم كلهم من العاملين داخل المنظمة. 2، العاملون بالمنظمة يتوافر لديهم معلومات ومعرفة كافية بالمناخ التنظيمي وسياسات ونظم العمل، وبالتالي يسهل تكيفهم مع العمل في وقت أقل. طبعا إن الموظف ده ليه سنين في المنظمة فهيتكيف بسرعة في الوظيفة الجديدة. رفع الروح المعنوية للأفراد وشعورهم بالاستقرار الوظيفي، لأن أنا هنا بحسسهم إنهم إيه هيترجى ويكون ليه مستقبل وظيفي داخل بيئة العمل داخل المنظمة. تحقيق الاستقرار في قوة العمل وتخفيض معدل دوران العمل. تحقيق الاستقرار في قوة العمل، عدد العاملين، تخفيض معدل دوران العمل، يعني عدد الناس اللي بيتركوا الوظيفة هيقل. تمام، دي مزايا الاستقطاب الداخلي. عيوب الاستقطاب الداخلي. الأشخاص الذين يتم ترقيتهم إلى مرتبة أعلى قد لا ينجحون في أداء العمل بصورة جيدة، ممكن يفشلوا. عدم توافر الكفاءات والمهارات في العمالة الحالية لشغل الوظائف المستقبلية، يعني ما فيش حد ينفع مثلا يمسك في الوقت الحالي مدير عام، وهكذا. الصراع من أجل الترقي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على سلوك الأفراد داخل المنظمة. خلو بعض الوظائف فجأة دون أن يكون هناك أفراد مؤهلون لشغل هذه الوظائف. يعني مثلا قدر الله توفى المدير العام فجأة، فلازم حد يشغل هذه الوظيفة، طبعا فممكن يكون ما فيش حد مؤهل لهذه الوظيفة. دي عيوب الاستقطاب الداخلي. مصادر الاستقطاب الخارجي. الإعلان. يعتبر الإعلان الوسيلة الأكثر شيوعا والاستخدام للحصول على القوى العاملة اللازمة للمنظمة. بيتم الإعلان في الجرائد الرسمية والمجلات. وكالات الاستخدام اللي هي مكاتب التوظيف. تعتبر وكالات الاستخدام سواء العامة أو الخاصة من المصادر الخارجية التي يمكن الاعتماد عليها في توفير الاحتياجات المطلوبة من العمالة اللازمة للمشروع. توصيات من العاملين في جهات موثوقة بها. يعني دي النقطة دي، إن في بعض الجهات الموثوق بها زي ما بترشح لبعض الناس اللي أنا ممكن أعينهم. المدارس والكليات. بعض رجال الأعمال طبعا بيلجوا للمدارس والمعاهد والكليات للحصول على العمالة المطلوبة. يقصد بالمدارس هنا المدارس الفنية. يعني أنا راجل صح عندي مصنع، المصنع ده مثلا عاوز تخصص الإلكترونيات، فبروح مثلا المعاهد الفنية أو الكليات التقنية أو المعاهد الصناعية وأطلب الترشيحات لخريجين من هذه المدارس أو الكليات. النقابات العمالية بتعتبر مصدر هام في الحصول على العمالة المطلوبة للمنظمات المختلفة.
الطلبات الخاصة من الراغبين في العمل. يعني أنا مثلا شاب خريج، عملت سيرة ذاتية، رحت قدمت في أكتر من مكان، فبيبقى عندي مصدر طلبات خاصة. تمام، بجي أشوف الطلبات الخاصة دي، بفرزها وأبتدي أتصل بهذه الموظفين. مزايا الاستقطاب الخارجي: تدعيم الوظائف بكفاءات ومهارات ذات خبرات متطورة، يعني دول أبديت تحديث، ضمان حسن تنفيذ سياساتها وتحقيق أهدافها بكفاءة عالية، إيجاد التوافق بين متطلبات الوظيفة وبين شروط الواجب توفرها في شغل الوظيفة، إدخال دم جديد للمنظمة مما يؤثر على مدى ومستوى الفاعلية والكفاءة. دي مصادر مزايا، آسف، مزايا الاستقطاب الخارجي. عيوب الاستقطاب الخارجي: إنه طبعا أنا كده هركز على العاملين من خارج المنظمة، هعين ناس من خارج المنظمة في الوظائف، فبالتالي هنعكس على العاملين داخل المنظمة، فيحصل لهم إيه؟ انخفاض الروح المعنوية لدى الأفراد الحاليين، مما ينعكس ذلك على مستوى أدائهم، ضياع الوقت في البحث والتنقيب في سوق العمل الخارجي عن الكفاءات المطلوبة، وقد لا تتوافر، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التي تتحملها المنظمة. ارتفاع تكاليف التهيئة وإعداد العاملين الجدد من المصادر الخارجية. وبكده تنتهي محاضرة اليوم عن أنواع مصادر الاستقطاب، المصادر الداخلية والخارجية. شكرا لحسن استماعكم.